تصور معايا دابا واحد الفنان 30 عام هو كيمارس المهنه، وكيجي واحد من بعد كيقول له غنصوب لك البطاقه، غادي تناقشوا البطاقه. ايوا تناقش البطاقه ديال الفنان، ناقش البطاقه لا ديال الفنان، حيد القاف ودير اللام، ما تحيش ميش، ما تحيش ميش يا وزاره الثقافه. او وزاره الثقافه خصك تصبحي مع الصباح وتصوبي وتحسني وضعيه الفنان، حشومة ما ناقشوا بطاقه الفنان. واش دابا هاد الفنان هذا نبقاو كندويو عليه في التلفزيون، مات ندويو عليه، مرض ندويو عليه، ما ندوزوش شي مره شي نحاولوا نديروا تلميع صوره الفنان، ما يكونش الفنان حتى هو ما عندوش مشكل متزي. حنا عندنا مشاكل، الفنانه كيعانيو، شي خدام و80 باركين، 60,000 وزير داز ولا من دق الباب ولا من رد الجواب. انا ما فهمتش انا هاد الفنان هذا كيقول لك مثلا غادي نصادقوا ليه البطاقه ديالو، ما تحيش ميش. انا عمرني ما شفت انا شي واحد غادي يصادق على شي حاجه هو اصلا ما صادقش. وتصور معايا دابا كون ما بعد اللقاءات والمهرجانات اللي كيردوا اعتبار الفنان، وكنحيي من هذا المنبر العملات والاقاليم والمجالس البلديه اللي كدير بعض الانشطه الثقافيه شبه مهمه. وبالمناسبه كنشد على ايدي صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله والامير مولاي رشيد واللجنه المنظمه المهرجان ديال سينما مراكش كجليل العديلي والاستاذ المايسترو فيصل العريشي اللي كنحييه من هذا المنبر. هاد الناس هما اللي كيعطيو اهتمام للفنان ولو مؤقت، حيت ملي كتجي انت فنان مغربي مهضوم الحقوق وكدوز سوغ ان تابي روج انت وديستين اوف مان ولا انت وشاروخان، شكرا لهاد الناس، شكرا. غير من باب البسط كان عندي واحد السكيتش على هادشي ديال السينما، هو ان شي فنان مغربي انا مثلا طالع في طابي روج وشي واحد هو ومراته من الجمهور بغاو يتصوروا معايا وما خلاهمش لي كارد كور باسكو سي فيستيفال رسمي، دوك لي كارد كور نصارى مصلعين داك الميكرو هنا، قال له نو ما تمسوش، نو ممنوع تمسو. بدا الاخر كيغوت، قال له ما يمكن سي با بوسيبل، الفنان ديالنا كنبغيو خصني نتصور معاه. الاخر قال له نو ما تصورش معاه. مرتو قالت له غير برد غير برد الحاج، دابا يسالي المهرجان ورجع معنا في تران. يعني حنا كنعيشوا واحد القيمه كتعطانا من طرف هاد المنظمين ديال فيستيفال دي مراكش، وعلاش ما تكونش دائما بحالها؟ علاش هاد الفنان المغربي ما يكونش دائما كيمشي سوغ ان تابي روج، تكون وضعيته محسنه، يكون كلشي مزيان. حتى حد فينا ما ينسى المناظره ديال 91 اللي دار المرحوم حسن الثاني الله يرحمه ويوسع عليه ضيق القبور، عطانا واحد النسبه مئويه من مدخول ديال الجماعات الحضاريه، وكانت مناظره وطنيه وحضروا فيها جميع الوزاره، وفرحنا حنا كفنانين. غدا تجينا 11 مليار في العام، 11 مليار في العام سيدي ما غاديش نتخلصوا حنا 4 سنين، غنقولوا للدوله بني لنا مسارح، اتتيهم، ديري سونوريزاسيون بروفيسيونيل، ديري خشبه بروفيسيونيل، صوبي الديكور وصوبي كراسه فين يبركوا الناس بروفيسيونيل، وتا العام الخامس عاد خلصينا وحسنوا لنا وضعيه الفنان منا. مشات لدابا من 94 فين مشات؟ واش للصناعه التقليديه ولا الخارجيه ولا الفلاحه؟ الله اعلم فين مشات. فهاد الفنان المغربي خصنا نهتموا به. انا قسما بالله العلي العظيم انا ماشي كنشكي، بالعكس حنا بغينا نكونوا كنفرحوا ونتكلموا ونتذكروا. حنا كنبغيو بلادنا وكنبغيو ملكنا، وبغى اللي بغى وكره اللي كره، المغرب غادي في تطور، فبغيناه يمشي بسرعه. حنا بغيناه يمشي بسرعه، علاش؟ عندنا بلدان جارات خصنا نكونوا في المستوى ديال العطاء والابداع الفني العربي. باش فايتين هاد مصر هنا؟ ملي كتشوف مسلسل مصري كتشوف فيه الطبيعه خلابه، حنا كتشوف مسلسل فيه كارو تابعو كلب عامر كراد، ضروري خص المسلسل ديالنا يسالي بكارو ولا فقي ديال الجامع ديال زحفيان. باش فايتين المصريين؟ باش الا عندهم مشارم الشيخ حنا عندنا زاويه الشيخ ناسي ناس، الا ما عندهم اسكندريه حنا عندنا السعيديه والوالديه والمنصوريه. مشكلتنا في المغرب ما كنستغلوش المناظر تحنا من جهتنا كفنانين ولا كهذا، سورتو المنتجين والمخرجين، خصنا نستغلوا مناظر، خصنا نستغلوا مناظر في بلادنا، بلادنا فيها مناظر خلابه جدا. هذا المشكل ديالنا، خص الفنان يتهلاو فيه، فنان مبدع، فنان سفير. انا ملي كنشوف فنان مثلا في اوروبا ولا ملي كنمشي انا، راه شنو نقول لك؟ راه كنقول واش حنا هما حنا اللي قالوا الغيوان؟ واش هادو حنا بصح؟ كيتسطاو علينا، كيحماقوا علينا. كاينين مبدعين، كاينين فنانين اللي كيمثلوا المغرب احسن تمثيل،
نكونوا منطقيين، تيكوتا وليدنا، تيكوتا انا من الناس اللي تعاونوا معاه وشدوا بيدو، تيكوتا كيف ما كان الحال النقطه اللي فيضت الكاس، الكاس كان عامر ديال الفم، تيكوتا هو داك النقطه اللي فيضت الكاس. ما شتيش انت دابا حسن مضياف اللي طاريح الفراش، عائد موهوب اللي مات مسكين، مصطفى سلامات، واحد المجموعه ديال الفنانين اللي ضعنا فيهم لا في الحق الفني ولا في الحق الغنائي، ولا مصطفى بغداد ولا واحد المجموعه ديال الفنانين. فهاد الناس هو اصلا كيف تيقول لك المثل، باش ما نكونوش حتىني متشائمين، هو الفنان لا يموت، ولا سمح محمد درويشه مثلا فقدنا حكيم، شحال واحد ما عرفش ان درويشه حكيم في كلامه اكثر من غناه. كي خصك تبرك مع المرحوم وتسمع كلامه، راه ما تفرقش معاه، راه ما نبان لا انا لا حتى واحد قدام سي محمد درويشه. ولكن قدر الله عز وجل ده، هي هو الفنان خصنا نتهلاو فيه، وهذه مساله تقليديه غنعاود نقولها انا للمره الالف، لان مليون ديال البشر قالها، خصهم يتهلاو في الفنان ويعتبروه ويعطيوه قيمه وهو حي. اكوا سير او باش غتنفعنا نكرموه من بعد الممات ديالو، باش نقراو عليه ورقه تأبينية، وحق راه العمده ديال الدار البيضاء راه صيفط الكياطن ودار العشاء، وراسي جابوا تريتور راه داروا العشاء، العشاء غادي ياكلوا الزوار، ولادو الصباح يصبحوا كيريبوا في الخيمه اللي كانت منصوبه يامس. تهلاو الفنان ما حدو حي. فكنتمنى من هاد المسؤولين، حنا ما كنحشيوش الهضره، حنا ما كنتسابوش، حنا ما كنتعيروش، حنا كنطلبوا من هاد الناس المسؤولين ما يديروش كيف داروا المسؤولين اللي دازوا سنين. تهلاو في هاد الميدان، تبارك الله الميدان ديالنا زوين.